أخبار غريبة وسريعة. القيصر بوتين أبو علي خط الكوكب خط الصعيد يزيد عدد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون. أنا عايزك تصلي على الحبيب. صحي من النوم كده بوتين بعد موضوع كرسك دوت، قال لك على الطلاق الحكاية دي بتنفع. فين الرجالة؟ هاتول الرجالة هنا. طبعا الجيش الروسي قال لك إحنا هنزود عدد الجيش الروسي، راح ضايف 180,000 جندي عشان يوصل عدد الجيش الروسي 1.5 مليون، ويبقى تاني اقوى جيش في العالم من حيث العدد. حتى البنات قال لهم تعالوا يا بنات بدل عجين وخبيز وبتاع وتقعد تحط في احمر واخضر وتقعد على التيك توك، تعالي خش الجيش. اي حد هناك مغترب ولا بتاع وعايز تاخد الاقامه ولا جنسيه، تعالى خش الجيش. كل مهم بقت روسيا كلها جيش، لان هم عندهم نقص في العنصر البشري، عشان كده وعندهم بنات كتير، عشان كده بيشجعوا الجواز. يقول لك اي واحد عايز يتجوز واحد زي لقطه القشطه وبتاع يجي بلد ومرحبا. طبعا هتروح تتجوزها زي لقطه القشطه، بس مش هتلحق تلقط القشطه، هياخدك يجربك في الجبهه وتروح انت في وتروح انت في السكرانس على طول. فده اللي حصل من مين؟ ده اللي حصل من ابو علي بوتين، ان هو عايز يبني جيش، لان الجيش دلوقتي كان يعني الجيش اللي موجود في الحرب مع اوكرانيا حوالي 700,000. هو الراجل قال لك احنا لا، الجيش ده قليل، ده انا عندي رجاله تسد عين الزلط، تسد عين الشمس، عندي رجاله تاكل الزلط، هتقول العيال اللي هنا والعيال في الغطان والعيال بتاع وظروفهم في الجيش، فظرفهم فوصل لعدد 1.5 مليون. فانت اكتب لي رايك في التعليقات دي، لو انت في روسيا هتروح تركب العنبوكه ولا وعايز تلهط القشطه ولا تترزح في بلدك وتقعد على المصطبه احسن بعيد عن النكد ده كله. صل على الحبيب وشير فورا، وايه وشكرا.